إذا نستمر مع عمل العمليات على جدول الأوتكم قبل أن نضيف المايجريشن يعني المايجريشن نضيفها كتحصيل حاصل طبعا لأن لازم نتأكد أن المشروع ما فيه أي أخطاء فأذهب هنا على الديتا Data وأقوم بأخذ أي واحدة أي انتيتي موجودة عندي مثلا Project انتيتي أقوم بأخذ كترال سي أضع كترال في وبعد ذلك أقوم بإعادة تسميته إلى Outcome Entity out come, entity اوكي okay. بعد ذلك اقوم باستبدال اسم الكلاس ومشيد الفا اوكي okay. بعد ذلك اقوم بالبحث عن projects واقوم باستبدالها في الأوتكم outcome هذه هي الأوتكم outcome لو لها ناخذ نفس الاسم بالضبط ونقوم باستبداله وطبعا لا أنسى أن نقوم بإضافة الجدول إلى قاعدة البيانات فذهب هنا على DB Context وأقوم بإضافة الجدول الخاص في الأوتكم وأرجع مرة أخرى إلى فقرة البحث لأن راح تصير فيها مشاكل ضمن الـ entity على آخر جزء اللي هو فقرة Select هذه هي عملية البحث جيد وأقوم بتغييرها بما يساوي طبعا إحنا نبحث عن طريق مثل ما ذكرنا اللي هو الكاتيجوري نيم اسم الصنف والسپلير نيم عفوا السپلير نيم يب هذا هو السبلاير نيم وايضا uh, نبحث عن طريق ال عن طريق الريفرنس اي دي اللي هو ريفرنس نمبر ونبحث عن طريق ال اوكي الديتيلز هي موجودة باي ديفولت الديتيلز هي موجودة باي ديفولت باعتبار انه هذا عندنا String اقوم بتحويله الى يعني ابحث عن طريق الاماونتس المبلغ وهذا عندك اوت ما في عندنا اوت اقوم بازالته هذا اقوم بازالته عندنا تاريخ التاريخ طبعا اللي هو كان عبارة عن الديت اللي هو الأوتكم ديت أنا ما في عدنا طابع زمني الآن ما في عدنا طابع زمني بكل الأحوال الأوتكم ديت هو راح يبدي يعتبر عندنا الطابع الزمني هنا أما بالنسبة لهذه الحقول الأخرى قم بعملية إزالتها إذن هذه الحقول الرئيسية مالتي ما أخذها كترل سي أيضا أضعها وأستبدلها هنا كترال في أوكي أخذ كترل كي كترل دي لعملية ترتيب الشفرة تمام وأباشر في عملية حقن هذا الكان اذهب هنا على الكود ثم ذلك على الديبندنسي انجكشن وبعد ذلك اقوم بحقن هذا الجدول فجدول الاوتكم طبعا ابدي احقنه في الاوتكم انتيتي اوكي وبالتالي اصبح عندي هذا الجدول جاهز ارجع مرة اخرى على الاد فورم طبعا في نقطة جدا مهمة لازم ننتبه لها وننتبه لها على مستوى المشروع الا وهي الاولوية نعم فقرة الأولوية يعني مثلا المستخدم يقوم باختيار اسم الصنف ويقوم باختيار المورد فيضغط على تاب من الكيبورد مو إلا أنه ينتقل فلازم أنه نعطي تاب اندكس تذهبنا على تاب اندكس أشوف هذا أربعة هذا المفروض يكون عندك مثلا هذا صفر هذا المفروض يكون عندك واحد هذا عندك اثنين عفوا اثنين موجودة في الأساس يعني راح أشوف عندك وحدة هنا اثنين اوكي يعني هذا تاب اندكس تاب اندكس هذا خمسة مفروض هذا ياخذ اثنين اثنين هذه راح تكون ثلاثة وهذه راح تكون اربعة تاب اندكس لما نضغط على تاب وهذه راح تكون عندك خمسة اما بالنسبة للحفظ راح يكون عندك ستة وهذا راح يكون عندك سبعة طبعا هذا الكلام يتكرر نفسه على كل الفورمات الخاصه في الاضافه يعني تقوم بضبط التاب اندكس لما يضغط على التاب ينتقل لاي كائن بالاولويه لاي كائن بالاولويه اذا آه بنرجع هنا واقوم باستبدال آه بما يساويها يعني هذه راح تكون عندك آه هذه راح تكون عندك Outcome يوزر كنترول وتستبدل طبعا هنا ايضا جيد والان بكل بساطه اقوم بالبحث يعني احنا عندنا ايش عدنا اوت خاص في البروجكتس المشاريع مشاريع طبعا انا ما احتاجه اقوم باستبداله بما يساوي كل هنا كترل اف اخذ البروجكتس واقوم باستبداله في الاوت كام هنا ريبليس اول وايضا اذا كان عدنا سمول يعني اذا كنت مشتغل على السمول ف اكيد راح يقوم بعملية الاستبدال ايضا وبالتالي راح يبدي يستبدل عندك الكل جيد اول خطوة انه انه احنا الحقول المطلوبة الحقول المطلوبة طبعا اللي هي required field راح يكون عندك تشيك على التكست وتشيك على select value تشيك على select فاليو بالدرجة الرئيسية يعني هو لازم يختار من select فاليو وليس التكست تمام فعلى هذا الأساس آه راح نقول لي إنه إحنا عندنا كومب بوكس كاتيجوري دوت item ايتم اوكي دوت يساوي عندنا string.empty دوت هنا ما راح يبدي يشتغل عندك لان هذا يعتبر عندك دائما يعني نو no. ف select item is not equal or equal to null طبعا اذا كان عندك equal to نول or جيد يعني لازم يشيك على select value احنا ايش عندنا عندنا select value على الكاتيجوري و select value على السبلاير اوكي على السبلاير بالدرجه الرئيسيه وخليني نبدأ ننزل الأسفل بهذا الشكل بهذه الصورة أوكي ناخذ هذا كترال سي نضع كترال في حتى يكون عندنا ترتيب أه راح يكون عندنا أيضا من الحقول الأساسية أو الريكوايرد احنا تشيكنا على الصنف وشيكنا على الموردين تاريخ الصرف هو بشكل افتراضي راح يبدي يعني في كل الأحوال راح يبدي ياخذه يعني ما يحدث عدنا على المبلغ اللي هو الاماونت تكست بوكس اماونت اوكي فراح تكون عندك تكست بوكس اماونت دوت تكست اوكي يساوي عندك سترينج دوت امتي اذا كان عندك فارق اوكي okay. فقط هذا اللي انت تحتاجه طبعا هذا في ماذا كان عندك اذا كان هذا equal to null فهو في كل الاحوال راح يبدي يرجع لك ترو يعني في الاساس انا ابدا تشيك على في ماذا كانت عندي هي ترو اور فولس اوكي يعني ترجع اذا تتذكر احنا نشيك اذا كان عندنا ترو نعرض له اللي هي شو فيلد ريكوايرد تمام اذا هذه الخطوة الاولى وهذه الوظيفة الاولى اللي هي الخاصة في عملية التشيك على الفيلد اللي هي ريكوايرد أه نبتدي مع عملية الإدخال عملية الإدخال جدا بسيطة يعني راح تأخذ البيانات وتدخل بشكل مباشر خلينا نبتدي مع الكاتيجوري نيم كاتيجوري نيم راح يصير عندك كومبو بوكس كاتيجوري نيم دوت سيلكت ايتم دوت سترينج تبارة إنه هو سترينج طبعا اوكي والكلام نفسه تبدي يتكرر عندك على السبلاير سبلاير نيم اوكي بعد ذلك ايش تحتاج ان تقوم بادخال تحتاج ان تقوم بادخال الريفرنس نمبر ريفرنس نمبر بشكل مباشر تكست بوكس ريفرنس نمبر دوت تكست جيد وبعد ذلك عندك مثلا الديتيلز راح يساوي لك تكست بوكس الديتيلز دوت تكست وعندك الاماونت راح يساوي عندك كونفرت dot to double text box amount dot text okay uh, أيضا تبقى عندك ال outcome dates راح إيش يبدي يساوي لك راح يساوي لك ال date and time uh, picker اللي هو I think uh, date picker okay dot value و الأجزاء الأخرى اللي تبقت عندنا هي فقط العلاقات اللي هو الاي دي طبعا الأجزاء الأخرى الخاصة في الاي دي كل أحوال إحنا نحتاج إلى ضبط العلاقات أوكي فنعطيه بالنسبة للعلاقات إنه إحنا عندنا الكاتيجوري اي دي راح يساوي لك الكاتيجوري اي دي طيب هذا الكاتيجوري اي دي راح نبدي يعني نعمل له جنريت في الاعلى على اساس يكون عندك ايش؟ على اساس يكون عندك فيلد طبعا على اساس يكون عندنا فيلد كاتيجوري اي دي الكلام نفسي بدي يتكرر عندك على سبلاير اي دي راح يبدي يساوي لك سبلاير اي دي اوكي وايضا نفس الكلام ابدي اعمل له جنريت لفيلد وتبقى عندنا اللي هو البروجكت اي دي راح يساوي عندك بروجكت اي دي وايضا اعمل له جنريت على اساس يكون عندي فيلد في الجزء العلوي هذه نعمل لها سيت اثناء عمليه اللود بالدرجه يعني ID. انت عندك الكاتيجوري اي دي انت متى تضع على الكاتيجوري تعمل له select لمن يعني فقط البروجكت بالمناسبة فقط البروجكت اي دي تقوم بارساله فقط البروجكت اي تقوم بارساله اما الكاتيجوري اي دي والسبلاير اي فانت تعمل عليهن سيلكت او تعمل عليهن سيت اثناء عملية السيلكت يعني لما تقوم باختيار الصنف هو يعمل لك ست على الكاتيجوري اي دي ولما تقوم باختيار المورد هو يبدي يعمل لك ست على السبلاير اي اما ال project ID فيرسل يرسل اثناء تشييد الفئة فمعنى ذلك انه ارجع على تشييد الفئة انستركتور مشيد الفئة وبنفس الوقت لما اقوم بارسال هذا الجزء خلي يكون عندي الحقل الاول والحقل الثاني طبعا أه الحقل الثاني راح يكون عندك انتجر فاليو بالنسبة للبروجكت project id تمام وبعد ذلك ايش راح ابدا اقول له راح ابدا اقول انو انا عندي this dot project id يساوي عندك project id اوكي هذا البروجكت اي وبالتالي انا ضمنت ان البروجكت اي يرسل بشكل مباشر اما بالنسبه لي الاي دي الاخرى فراح تبدي تضاف بشكل مباشر او تعمل ست عليها اثناء عمليه السلكت اوكي وبالتالي انتهيت من هذه الفقره هنا عندك إضافة عملية عملية صرف أوكي تمت إضافة عملية صرف طبعا هنا عملية الصرف اللي هي راح تكون عندك باسم معين أو بصنف معين يعني راح تكون على الـ outcome فـ outcome outcome category اوكي يمكن إنه ناخذ الكاتيجوري ن يعني اسم الصرف جيد؟ جيد. الكلام نفسيته طبعاً يعمم هنا يعني نفسيته يعمم هنا عندك وايضاً هذا يعمم نفس الكلام وهنا اضافت عملية صرف وهنا اضافت عملية الصرف ايضاً اوكي نفس نفس الكلام أه نرجع على عملية السيت بالنسبة للفيلد ديتا احنا نحتاج انه نعمل لستة نعمل جيت على اللستة من السبلاير والكاتيجوري you know? ونعمل لها سيت على ايش على الكومبو بوكس وبنفس الوقت لازم نفعل الاوتو كومبليت ونعمل عليها سيت بشكل كامل هذه نقطة جدا مهمة على كل الكومبو بوكس الكاتيجوري والسبلاير وبنفس الوقت لما نعمل عليها سليكت لازم إنه نعمل سات على الايدي وهذا اللي إحنا راح نبدي نشوفه إن شاء الله دروس القادمة.